السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة وفي افضل حال. النهاردة هنتكلم عن ضريبة التصرفات العقارية. خلاص تم الغائها تماما، دلوقتي هتقدر تبيع وتشتري في نفس العقار بدون ما تدفع 2.5%، ده اتلغت نهائي. وكمان الاحلى من كده ان تم ارجاء العمل بتعديل الشهر العقاري في المادة 35 مقرر الى شهر 6 سنة 2023. يعني في الفترة الحالية دي هتقدر تقدم على اي مرفق حكومي بدون ما تكون مطالب بانك تسجل عقد البيع. طيب الاهم من كده، بعد الفترة دي هل انا مطالب ان انا اسجل عقد البيع ولا لا؟ هل إلزامي إن أنا أسجل العقار اللي أنا قاعد فيه إن هو أصلا مش مسجل؟ في الحقيقة السؤال ده أنت اللي بتجاوب عليه، يعني أنت دلوقتي قاعد في عقار موجود فيه كل المرافق الحكومية من غاز وكهرباء وكمان مية. طب هل أنت محتاج أي مرفق؟ ما أنت بالفعل أصلا عندك كل حاجة دي، لكن فرضا لو جيت أنت هتبيع البيت دوت في المستقبل، هل المشتري هيقول لك انا عايز العقد مسجل ولا لا؟ طيب هل هيختلف كون العقار ده مسجل او غير مسجل في الثمن في البيع والشراء ولا لا؟ هو ده السؤال اللي انت بتجاوب عليه. انت عايز ايه في المستقبل؟ عايز لما تبيعه وتبيعه بسعر اعلى؟ طب انت عايز اصلا تبيعه ولا لا؟ قانونا دي ملهاش حل، او القانون ما تكلمش عنها او ما الزمش اي حد ان هو يسجل طالما انت عندك كل مرافق، لكن انت اللي بتجاوب اسجل ولا لا. طيب لو انت بعد التاريخ دوت اللي هو سنة 2023 ما عندكش اي مرافق، هتعمل ايه؟ لابد انك تسجل. وانا مستني اي تعليق واي استفسار بخصوص تسجيل الاراضي والعقارات في الكومنتات والرسائل الخاصة. شكرا والى اللقاء، ومتنسوش تصلوا على النبي.